البلعات الصاج دي موجودة في شوارع، ما فيش شارع في القاهرة يخلو من وجود بلعات متغطية بلوح صاج. اللي بيحصل ان العربيات لما بتدوس على البلعات دي بتعمل صوت فظيع جدا، بتصحي اللي نايم، بتصحيه المريض، بتقلقه، يعني بتبهدل الدنيا. ده غير كده ان لو حتة صاج صغيرة جت في عجلة عربية بتفرقع وبتحصل كوارث. يا معالي محافظ القاهرة، يا ريت حضرتك تنزل بالليل تشوف شوارع القاهرة عاملة ازاي. ده رجاء وطلب من حضرتك. شركة نيوتيلا الأمريكية الشهيرة تسببت في حالة من الجدل بين المسلمين على مستوى العالم بعدما ردت على تساؤل حول ما إذا كانت منتجاتها حلال أم لا، وأعلنت أن منتجاتها ليست حلال، ثم عادت لتعتذر عن هذا التصريح وتؤكد أن جميع منتجاتها التي تباع بجميع دول العالم مناسبة للاستهلاك الحلال، وأن أكثر من 90% من المصانع الخاصة بنيوتيلا حاصلة على شهادات حلال معتمدة. التضارب ده، أنا مش عارف التضارب ده لصالح مين. التضارب في التصريحات دي جعل وخلى الناس تتساءل عن الجهة المسؤولة عن إعطاء الشهادات والتصاريح بأن هذا المنتج الغذائي حلال أم حرام، ومن يراقب سلامة الغذاء الذي يتم تداوله في مصر، وهل هناك من يتأكد من المعلومات المكتوبة على سلع غذائية صحيحة أم لا؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور سامي طه نقيب الأطباء البيطريين السابق. أهلا بعاك يا دكتور. أهلا وسهلا بيكم المشاهدين. كيف يتم منح المنتجات المستوردة كلمة حلال؟ بيتم إزاي؟ شوف يا أخي، أي دولة صوت يا جماعة لو سمحتوا فيها سلطة بيطرية أيا كانت هذه الاسم، السلطة البيطرية في مصر هي الهيئة العامة للخدمات البيطرية بموجب القرار الجمهوري بإنشائها. بالنسبة لموضوع حلال وحرام بالنسبة للمأكولات، هذا مقرر منذ إنشاء الهيئة 84، ودي امتداد لسلطة بيطرية منذ يمكن 100 سنة أو أكثر. كان بيتم إيفاد لجان بيطرية مصرية لبلاد المنشأ للحوم المستوردة، سواء للطعام مباشرة أو بالتصنيع، وللتأكد من أنها تم ذبحها طبقا للشريعة. ولما أقول الشريعة، الشريعة اليهودية بتقول ذبح والشريعة الإسلامية بتقول ذبح، ولكن الطرق الغربية بتختلف بهذا، وتلك قضية أخرى. هذا الأمر توقف وضاعت المسؤولية بين ما يسمى القومية لسد الغذاء والسلطة البيطرية، ومنع سفر هذه اللجان. أنا لا أستطيع بأمانة شديدة، وأنا سافرت دول أوروبا وأمريكا في بعثات ممثلة للدولة المصرية، لا نستطيع الجزم بهذا بموجب مجرد هذا تكتب أو كلمات تكتب على الليمون أو على الورق اللي موجودة مثلا على كرتونة اللحمة، ولكن لابد من التأكد من هذا. وليس هذا بدعا، وإنما دول كثيرة شفناها بتقوم بهذا الأمر لتتأكد أنها تطعم الشعب حلال مذبوح شرائع إسلامية واللحوم مذبوحة حالا، بمعنى أنها غير مخزنة في المخازن أو المجمدات الاستراتيجية بتاع هذه الدول. إزاي المواطن يبقى مطمن أن اللحوم والدواجن اللي بيتناولها حلال فعلا؟ شوف يا أخي، الله يكرمك، نحن في دولة، ويعني أنا مش مجاملة للرئيس السيسي، لكن كلمة دولة تعني أن المواطن يسلم زمامه في مسائل الصحة والتعليم والحاجات دي كلها للدولة. الدولة ذراع الدولة التنفيذي والسلطة البيطرية، لكن المواطن العادي، على أنا شخصيا دخلت سوبر ماركت وخدت منه لحمة، أنا لا أستطيع أن أتأكد، أنا بعتمد على الدولة هذا الأمر على أساس أن أتأكد أن هذا الشيء ومش مجرد حلال بس، أن يكون صالحا لاستهلاك الأدامي، أن يكون في مدة صلاحيته، ونية مطلوبة يا دكتور للتفتيش البيطري اللي موجود. ولكن المشكلة يا دكتور أنت سامعني، اللي موجودة بالنسبة للأطباء البيطريين في مصر قليل، لتوقف يا دكتور طه سنة 1000
منذ يا دكتور اعتقد سامي 2015 تحديدا اخر دفعه يا دكتور مناقيب. فالحقيقه يعني انا مش عاوز اسم في هذا الامر لان احد بشكك الناس، يعني انا شخصيا حاول من اي مكان يا دكتور سامي يا دكتور سامي لابد يا دكتور سامي سفر اللجان البيطريه يا دكتور سامي للتاكد من هذا الامر من المنشا، وهذا ليس مكلفا زي ما بتقال المستوردين. المستوردين يربحون ويربحون كثيرا يا دكتور، واللجان دي لن تكون عبئا بقدر ما تكون النهارده امان وضمان للمستهلك المصري اللي بيدفع فلوس في اغلى حاجه. انا هقول لك حاجه صغيره خالص يا دكتور، حضرتك سامعني؟ المواطن المصري يا دكتور 65% من دخله في الغذاء، نصف ال 65% يعني حوالي 33% على اللحوم ومنتجاتها والاسماك. فانا بتكلم يا دكتور شيء كبير من حقي انا ان هذا الشيء لا يضرني ولا يجعلني اتشكك من ناحيه في الحلال او لا يجعلني اصاب ما يسمى الكوميونتي افكت اللي هو الاثر التراكمي اللي هو ممكن يسبب امراض بعد هذا الامر. فاحنا لسنا في حاجه الى مزيد من او من الامراض للمواطن المصري واكباد المواطن المصري اللي الدوله عملت كتير عشان تعالج الاكباد الايه؟ المصريه. والابحاث 70% من التلوث الغذاء 70% من الامراض سببها التلوث الغذائي. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، الف شكر لوجودك معانا. أعزائي المشاهدين اسمحوا لي أطلع فاصل وأرجع لحضراتكم مرة تانية.